السلام عليكم يا بطل، شو تكون بخير، شو تكون زهين، شو تكون عملتوا فترة صيفية ممتازة على الاخر ونحيتوا فيها كستريس كالغمة بتاع القراية ولا بتاع الخدمة، وبعدتوا شوية على كل مشاكل العائلية ومشيتوا عملتوا فيها بارشة حاجات باهين. انا الحقيقة عملت بارشة حاجات. شنو هما؟ تفرت على الاخر الحقيقة عملت برشة حاجات ومشيت عملت فواياج، عملت فواياج في تايلاند، فواياج في فرنسا، فواياج في السويد. الحقيقة الحاجات هذوما الكل ما نجمتش نبارتاجيهم معاكم لهنا على اليوتيوب، اما بارتاجيتهم على انستغرام. دونك الجماعة تبع في انستغرام على تونيزيا فيتنس اندستري الحقيقة يعرفوا الحاجات هذوما وشافوهم في ستوريات. دونك ما تفضحوناش في لي كومونتير، خليها بالسترة. الجماعة اللي مازال ماهمش عاملين فولو على انستغرام مشيو عملوا فولو على انستغرام، خاطر نجاوب على برشا اسئلة هذيك يا في ستوري يا في الاي جي تي في. دونك انضموا للكوميونتي تاعنا على انستغرام. باه موضوع متاع الفيديو هذي، كيما شفتوا العنوان يتعلق بكيفاش تعمل البروغرام تاعك. الحقيقة خممت فيه برشا يا أبطال، خاطر نشوفها ماهيش سهل إنك تلم كم كبير من المعلومات وتعطيهم في فيديو بركة وتحاول تبسطهم للناس. الحقيقة ما حبيتش نكون زادة الطرح يكون طرح عادي، نجي نقولكم أعملوا إكس تمرين بإكس تكرار وتعدى، ونجي نعطيكم بروغرام نقولكم البروغرام هذي كي تعملوا في شهر تولي عندك أحسن دن. لا، مش هذي الطرح ومش هداية التوجه نتاع الشينيتو نتاعنا، وانتم تعرفوا الحاجات هذوما اللي انا نركز برشا على اني نعطيكم الوسائل اللازمه ونفسرهم حسب طرق علميه ونوضحهم لكم، ونعطيكم ديما الاختيار لكم انتم، واعتمد على الذكاء نتاعكم انكم تطبقوا الحاجات هذوما وتوثفوها لصالحكم اكثر. دونك قبل ما نبداو ما تنساوش باش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس، خاطر الفيديو هذه باش تكون على زوز اجزاء، الجزء بتاع الفيديو هذه وبعد ان شاء الله جمعه ولا جمعتين هبط لكم الجزء الثاني. دونك ما تنساش باش تفعل الجرس باش هكاك ما يفوتكش الجزء الثاني، ويكون المعلومات نتاع الفيديو هذه متكامل وعندك الوسائل اللازمه باش تنجم تطبقهم وتعمل البروغرام تاعك. يلا اعملوا سبسكرايب ويلا بدينا. دونك يا ابطال يجيو نفسروا قبل كل شيء المفاهيم باش هكاك ندخلوا في الموضوع ويكون كل شيء واضح. شنو هو الفرق وشنو هو اللي يخليك تعمل بروجرام بيريوديزيشن، انك تنظم الستركتور نتاعك معينه، ومقارنه بانك تترانا نون بيريوديزيشن، انك تترانا باش نسميها بلغتنا البعلي، معناتها تدخل كل نهار ونهارو انت والجو وانت والكيف، انت ونهارتها شكون في الصاله، صاحبك في الصاله ولا مش في الصاله، فما بنات ولا ما فماش. دونك لهنا تترانا بعلي، ماكش عارف على روحك علاش تترانا وشنو تترانا، ونهارتها داخل للسيونس وماكش عارف روحك شنو باش تعمل. مقارنه بانك تعمل بريوديزيشن، انك تعمل بلانينغ معين وستركتور واضحه حسب اهداف معينه، وتمشي حسب دي بلوك، كل مره تحاول تطور من روحك في البلوك هذاك، تحاول تخدم على مهاره معينه وتحسن روحك فيها. ناخذ مثال هنا الهايبرتروفي، انك تحاول تطور من الكتله العضليه نتاعك. في محاوله اخرى تجم تعمل بلوك اخر يكون فيه سترينث، نظام امثله. دونك الامثله مختلفه حسب السبور اللي انت فيه، واحنا هنا باش نركزوا اكثر على السبور اللي انا نحكيو عليه، انك تدخل تترين المسكولاسيون. دونك ينجم يكونوا هذوما اهم حاجات باش تخدم عليهم اكثر، اللي هما سترينث والهيبرتروفي، هذوما باش يخليوك تطور من الكتله العضليه نتاعك. دونك مهم برشا انك تتعلم المهاره هذه، خاصه سترينث، انك تتعلم كيفاش تخدم التمرين بالصحيح. ونعطيكم مثال سهل على الاخر، ما تنجمش انت في ليله ونهار تقول انا ما نعرفش نسوق، باش نحكي على مثال، باش نحكي على روحي، ما نعرفش المهاره هذه. انك تسوق تسمى مهاره، لازم تتعلم المهاره هذه. انا ما نعرفش نسوق، نجي نقول اليوم باش نهبط لتونس من حاميه تونس، باش نهبط نسوق 120 كيلومتر بارور، اللي هي حاجه مستحيله، اكيد باش ندخل في حيط، اول حيط باش يعرضني باش ندخل فيه. هذا هو نفسه ينطبق على سترينث، ما تنجمش انت من اول نهار تقول انا باش نهز 120 كيلو بنش بريس، اللي هي حاجة مستحيلة. دونك على ذاك نقول لكم اللي راهو السبور هذا يلزموا الالتزام ويلزموا المواظبة، ويلزمك تتعلم المهارة وتاخذ وقتك انك تتعلم المهارة، والدراسات تثبت الحاجات هذه. دونك يا أبطال أبحاث تأكد الكلام هذايا في مقارنة قاموا بها بالبريودايزد إن نون بريودايزد ريزيستنت ترينينج أون ماكسيموم سترينث في ميتا أناليسيس. النتيجة كانت واضحة إنه كيكون عندك برنامج واضح مقارنة بالبعلي تقدم اكثر وتحسن من سترينث نتاعك. دونك لهنا يا ابطال باش نشوفوا شنو يجي تحت البريوديزيشن، كيفاش يكون التقسيم نتاعك حسب الستركتور اللي انت حديته وحسب الهدف اللي انت تحب توصل له. ينجم يكون الهدف نتاعك هذا على عام او عامين تحت ماكرو سايكل. في الماكرو سايكل هذا اللي باش يدوم عام او عامين او اكثر، على شنو باش تخدم؟ نقولوا مثال احنا لهنا في العام هذا باش نحاولوا نخدموا الهدف نتاعنا ان من 70 كيلو نوصلوا
75 مثال 75 كيلو، ونحب نحافظه على 15% دهون، ما فوتوش 15% بودي فات في الجسم. الهدف هذا على العام، الهدف هذا على المدى الطويل كيفاش باش نخدموه؟ دونك باش نقسموه حسب دي بلوك اخرين، يكونوا على ميزو سايكل، يكونوا اكثر من جمعتين او اكثر في الميزو سايكل هذا، ميزو سايكل من ميزو سايكل. شنو باش نخدموا؟ شنو الحاجه باش نخدموا عليها باش نحاولوا نوصل الهدف هذا؟ تجي تشوف بدنك شنو نقاط الضعف. نقولوا مثال عندنا لهنا البارتي الوطنيه من الجسم لور بادي، عندك ناقص، فما اختلال في التوازن بين شطرك الفوقاني وشطرك الوطني، تحاول تخدم اكثر على اللور بادي. دونك لهنا الهدف نتاعنا باش نحاولوا نزيدوا نقسموه في مايكرو سايكل اخرين، يكونوا 7 ايام هكاكا. الورك اوت نتاعك شنو باش تعمل فيهم؟ المايكرو سايكل رغم 7 ايام. دونك لهنا في المايكرو سايكل على شنو باش نخدمو؟ كيفاش باش نحاول نحسنو في اللور بادي نتاعنا؟ دونك شنو ما التمارين، شنو ما التمارين اللي باش نستعملهم؟ كيفاش باش يكون ترتيب التمارين؟ شنو ما السيريات؟ شنو الفوليوم نتاع الخدمه اللي باش نوظفو باش نحاول نحسن اللور بادي؟ وكي نحسن اللور بادي نحاول نطلع اكثر في الميزان نتاعي ونحافظ على نسبه الدهون هذه، ما نحاول ما نفوتهاش. دونك هكايا تكون من هدف على المدى الطويل حاولت تقسمه، الهدف على المدى المتوسط من الى هدف على المدى القصير، وهكاك يكون عندك بلانينغ والستركتور واضحة تخدم عليها. دونك تويك يا أبطال باش نحكيو على البروتوكولز اللي نجمو نعملو بيهم البريوديزيشن نتاعنا. دونك فما 3 بروتوكولات معروفين اللي هما لينير بريوديزيشن أو تراديشنال بريوديزيشن، ويكلي اندليتنج بريوديزيشن أو ديلي اندليتنج بريوديزيشن. دونك نفسرهم تباعا كل واحدة كيفاش نجمو نخدمو فيها. مي باش نبدا بأهم حاجة اللي هي باش تحدد، فما زوز عناصر مهمة على الآخر اللي هما باش نخدمو بيهم في البروتوكولز هذوما، والزوز عناصر هذوما عندهم أهمية كبيرة اللي هما الفوليوم والانتنسيتي. دونك معناتها الفوليوم الكم نتاع الخدمه اللي انت باش تخدم بيه، لا دونسيتي دو ترافاي اللي انت باش تخدم بها، والانتنسيتي معناتها شده التمرين اللي انت باش تقوم بها في السيكل هذا ولا في البروغرام اللي انت باش تعمله. دونك فما علاقه كبيره ما بيناتهم زوز هذوما. ما نجمش في نفس الوقت تكون عندك فوليوم عالي نتاع خدمه وانتنسيتي عالي في نفس الوقت، هذايا ماهوش مقبول وماهوش معقول على الاخر. ما تتخيل، نعطيكم مثال، انك تقول باش نعمل 15 سيري سكوات، هذا فوليوم عالي، باش نعمل 15 سيري سكوات وتاخذ انتنسيتي نتاع 85% من الوان ريب ماكس نتاعك، معناتها حاجه مهوله على الاخر، حاجه رهيبه. ما تنجمش يكونوا الزوز عاليين في نفس الوقت. دونك كان الانتنسيتي طالعه شويه، الفوليوم يهبط شويه ويمشيو تباعا هكاكا بشويه بشويه في السيكل نتاعك، ساعات يقبوا شويه لبعضهم لكن في فترات معينه من السيكل نتاعك. دونك فما حاجه بالحق يزيني نزيد نركز عليها اكثر يا ابطال، باش ما يصيرش فيها اللغط ونقعدوا نحكيو في حاجات اخرى يمكن تهربنا على صلب الموضوع. يزيني نحكي بالحق على الفوليوم هذه، خاطر بطريقة علمية حسبان الفوليوم يكون معناتها النوبر سيريف نوبر ريبيتيسيون في الشارج اللي انت هزيته. دونك هكاك يعطيك الفوليوم متاع الخدمة بطريقة علمية وصحيحة، لكن من الناحية العملية كطريقة عملية اللي يستعملوا فيها تويكا معظم لي كوتش ولي سبيسياليست اللي موجودين تويكا، الفوليوم يحسبوه معناتها السيريات، معناتها the working set، معناتها مش السيريات اللي تعمل بيهم الوارم اب تسخن بيهم، اما السيريات اللي تخدم فيهم بالشارج اللي انت حطيته باش تخدم بيه في البروتوكول نتاعك. نمشيو للبروتوكول الاول اللي باش نحكيو عليه اللي هو linear periodization. دونك احضر الشيما هذيا، linear periodization هذيا الشيما نتاع linear periodization. نرجع نركز مره اخرى على intensity والفوليوم نتاع الخدمه، خاطر زوز هذوما زوز عناصر اساسيه ومهمين برشا في دفع الكتلة العضلية باش يصيرك النمو هذيك. دونك مهم برشا انك تعرف كيفاش تلعب بهم بذكاء كالعادة في البريوديزيشن نتاعك وفي البروجرام اللي انت باش تعمله. دونك لينير بريوديزيشن الباز نتاعها يكون انه التطور ما بين الانتنسيتي والفوليوم يكون بطريقة لينير، معناتها كان الانتنسيتي قاعدة تطلع الفوليوم بطريقة أخرى يكون هابط، ايفيس فيرسا، معناتها ما يكونوش الزوز طالعين ولا الزوز طايحين. دونك هنا كيما شفتوا معناتها الفوليوم يبدا طالع، بار اكزومبل عملت هذا اكزومبل، معناتها نجم يكون العكس، نجم يكون الانتنسيتي طالعه والفوليوم
يمشي ويطلع في وسط السيكر نتاعك في وسط البروغرام نتاعك. هذا جوست اكزامبل باش نفهموا به البروتوكول هذا اكثر. دونك هنا نعطيو اكزامبل حسب الشيما اللي صورته هذا، معناتها الباز وتقريبا اللينير بريديزيشن يصير التغيير كل جمعتين، معناتها كل ميزو سايكل تقريبا هكاك يصير تغيير، وديما تغيير كما قلت لكم يكون بطريقه لينير. دونك لهنا حسب الاكزامبل اللي صورناه كل شيء، نعطي اكزامبل يكون الفوليوم لهنا عالي شويه، معناتها نقولوا 5 سيريات الجمعه الاولى والثانيه، 5 سيريات تخدم اكزيست نتاعك، 5 سيريات في الثمانيه. هذا مثال ديما نعاود نقول راهو مثال اكزامبل باش نفهموا به الحكايه اكثر. دونك لهنا طلع شويه الانتنسيتي الفوليوم تاع شويه، دونك تنجم تعمل قولوا 3 سيريات في الستة الجمعتين اللي بعده وتكمل تواصل هكاكا. هذا تقريبا linear periodization كيفاش يصير التقسيم نتاعها وكيفاش يكون باش تعملها في البروجرام تاعك. دونك تويكا يا بطال باش نتعديو البروتوكول الثاني اللي هو weekly undulating periodization. weekly undulating periodization دونك بالاسم نتاعو يجي الشيما هذايا تغيير، معناتها التموج اللي باش يصير في البريوديزيشن نتاعك تصير كل جمعه. دونك ويكلي التغيير نتاعك يصير من الانتنسيتي والفوليوم نتاعك يصير التغيير كله من جمعه لجمعه كيما تشوفوا في الشيما هذا. دونك الانتنسيتي تطيح الفوليوم يطلع شويه كيف كيف ويقعد هكا ماشي في السيكل نتاعك. ونجمو ناخذ اكزامبل هنا باش تزيدوا تفهموا العمليه اكثر. الاكزامبل هنا نجمو نقولوا معناتها في الجمعه الاولى الانتنسيتي طايحه شويه والفوليوم طالع شويه، نجم نقولوا 5 سيريات الجمعه الاولى في الانتنسيتي طايحه شويه، 8 الجمعه الثانيه طلعت الانتنسيتي شويه والفوليوم طاح شويه. دونك تو تنجم تعمل 4 سيريات في السته وتكمل هكاك. دونك التغيير يصير في البروتوكول هذايا ويكلي، معناتها كل جمعه يصير تغيير في البروجرام تاعك وكي تمشي في الويكلي اندليتينغ بريوديزيشن. نتصور تويك يا ابطال بديتوا تفهموا في الحكايه اكثر والبرنسيب بدا يوضح شويه، وباش نتعداو البروتوكول الثالث اللي هو ديلي اندليتينغ بريوديزيشن. دونك التمويج باش يصير كل نهار والاسم نتاعو يعكس الشيما اللي قاعدين تشوفوا فيه ديلي اندليتينغ بريوديزيشن. دونك الشيما جا مش بارفي مي قاعد نتحسن فريمون، معناتها اكسبيريونس هي على الاخر. واحد رجع يكتب على تابلو بعد سنين باه اكسبيريونس باه وش يكون الشيما واضح. دونك لهنا الفوليوم والانتنسيتي نتاعك تتغير كل نهار ونهار. دونك لهنا هذا هو البروتوكول الاخراني اللي هو ديلي اندليتيك بريوديزيشن. نجمو ناخذ اكزامبل باش تفهموا العمليه اكثر يا ابطال. دونك اكزامبل نقولوا النهار الاول عملنا حسب الشيما اللي انا مصور انتنسيتي طالعه والفوليوم طايح. دونك نقولوا لهنا عملنا زوج سيريات في السته النهار الاول بار اكزامبل. النهار الثاني شرط تكون واضحه كي النهار الثاني نقولوا عملنا الفوليوم طلع. دونك نجمو نعملو 5 سيريات في 8. دونك تغيير لهنا في البروتوكول هذا يصير من نهار لنهار. كل قايل تويكا تقول لي اي انا كيفاش باش نعرف انه بروتوكول نستعملو وانه الافضل؟ عندك الحق، في دراسة قاموا بها باش يشوفوا تأثير البروتوكولات هذوما على جماعة دخلوا جدد يترنوا. ذاو 28 واحد وقسموهم على ثلاثة جروبات، جروب يعمل linear periodization وجروب يعمل weekly undulating periodization وجروب يعمل daily undulating periodization مدة 9 أسابيع، وقاموا بمقارنة الوار ريب ماكس متاعهم في البنش بريس والليج بريس قبل وفي وسط وبعد الدراسة. النتيجة تقول انه اللي دخلوا يترناو جدد يتماشى معهم اكثر linear periodization او weekly periodization، لانه هذا يحسن اكثر من الوان ريب ماكس متاعهم. وهذا كنت فسرته قبل اللي strength مهارة، يعني لازم تكون ثابت في الممارسة متاعها اكثر ما يمكن باش تتعلم المهارة هذه، مش تنجز وتزرب وتحب تولي بدن في شهر. دونك الدراسات اللي عندنا تقول انه الديلي اندليتيك بريوديزيشن يمكن يكون افضل بالنسبه للجماعه اللي ليها برشا تترانا، الجماعه اللي تمارست في الرياضه هذه تعلمت المهاره هذه على قاعده، وخاصه الاكزيكيوسيون تاع التمرين بالصحيح هذا اللي باش يخليهم يكونوا فعالين اكثر باش يدفعوا الكتله العضليه نتاعهم انها تتطور بسرعه وفي وقت اقصر. فما بروتوكول اخر اللي هو فليكسيبل بريوديزيشن، مانيش باش نركز عليه برشا لكن باش نحاول نعطيكم بصفة عامة شنو هو. ما نحبش نعقدها الحكاية عليكم برشا وخليكم في البازيك، معناتها في الحاجات الواضحة. الفليكسيبل بريوديزيشن باختصار هو يخليك تكون متماشي مع الظروف اللي انت تعيشها، معناتها نقولوا سبحان الله اليوم
عملت حركه مع المراه ستريسي على اعصابك فاشل ما عليكش بشترينا. مش خاطر عندك في البريوديزيشن بتاعك ولا عندك في البروجرام بتاعك في البلانين بتاعك باش تمشي تترينا وتخدم سكوات 180 كيلو تقول لا باش نمشي. لا، لازمك تتعلم تكون فليكسيبل في البروجرام بتاعك وتعرف تتعامل مع الظروف اللي انت تحيط بيك، خاطر سبحان الله ما تنجمش تكون كل نهار بنفس الريتم، فما ايامات تختلف فيها. دونك نشوفوا يقترب برشا وقريب برشا للديلي اندليتنج بريوديزيشن جست لسامي وكهو يكثرونا في لسامي باش يشجعونا ويمهمشونا. نجيو للحاجه الاساسيه اللي تو الابطال الكل يتفرجوا في الفيديو اي تعطينا الصحيح تعطينا الصحيح. وانا بدي كي كنت احضر الفيديو قلت يلزمني نلقى الحكايه هذه، يلزمني نبربشها، يلزمني نفهمها، هذه اهم حاجه. والابطال الكل نتصور هدف نتاعهم انهم يزيدوا في الكتله العضليه الهايبرتروفي، لكن حسيت الدراسات والعلماء يخموا عكسنا. معظم الدراسات يبجلوا وتكون الحاجه الاساسيه سترينث وبعد تكون كمرحله ثانيه الهايبرتروفي. دونك صحيح فما علاقه تكامل ما بين سترينث والهايبرتروفي، لكن مش ديما معناتها فما سترينث يعني فما اكثر كتله عضليه. فما برشا امثله معناتها فما برشا ديزاتليت تلقى عندهم من القوه الكافيه من القوه ما فيه الكفايه، لكن ما عندهمش الكتله العضليه والديفلوبمون ميسكولير اللي نتخيلوه. الحصيل باش ترسلنا نستناو في اكثر دراسات في الموضوع هذا باش تنجم تتفضح الحكايه ونجموا نعرفوا انه بروتوكول من بروتوكولات هذوما هو الافضل من ناحيه دفع الكتله العضليه للنمو، وخاصه تكون دراسه متخصصه في الهيبرتروفي وتكون على مده طويله باش هكاك يكون القرينه شامله ما نقعدوش نشكوا فيها. وانا ما خليكمش بلاش تعرفوني ديما نلقاكم الحل، ولقيت لكم جوج دراسات جدد خرجوا عام 2018 باش نحكي على المهمه فيهم، ونخلي لكم الدراسه هذيا وبقيه الدراسات زي تلقاهم في الديسكريبشن، الروابط اللوطه في الديسكريبشن اللي يحب يطلع على بقيه الدراسات. في الدراسه هذه كي قاموا بمقارنه بين البعل اللي ما تعملش حتى بريوديزيشن والتراديشنال بريوديزيشن والاندوليتنج بريوديزيشن وتاثيرهم على سترينث والهايبرتروفي بالنسبه للعباد الجدد اللي دخلت ترانا مده عام. الاختلاف يبدا من الجمعه السادسه. تراديشنال بريوديزيشن والاندوليتنج بريوديزيشن زادوا في الكوادز كروس سيكشنال اريا، يعني العضله هذه شهدت اكثر تطور في الزوز بروتوكولات هذا. من ناحيه الهايبرتروفي الدراسات اللي عندنا الكل تاكد انه ما فماش اختلاف ما بين البروتوكولات هذوما، وذي حاجه واضحه على الاخر، وخاصة حتى بالنسبة للجماعة اللي دخلت جدد تترنا، يعني ما فماش اختلاف من البروتوكولات هذوما. لكن الحاجة الأكيدة إنه بريوديزيشن خير برشا من إنك تترنا بعلي، دي حاجة أكيدة متفاهمين فيها وغمض عينيك وامشي. دونك الخلاصة يا بطال باش نحطوا النقاط على الحروف ونبداو واضحين والإيماج تكون واضحة ما يبداش تشربيك وكيكا نجمو تعدوا البارتي الثانية. حضروا لي رواحكم يا أبطال، إن شاء الله باش نكون فيديو بارتي الثانيه كاسحه كيما بارتي الاولى ان شاء الله تكون برشا حاجات وضحت. دونك اللي باش ناخذو والخلاصه اللي باش ناخذوها من البارتي هذه الاولانيه انك تعمل بروجرام يعطيك فرصه افضل انك تحسن من سترينث نتاعك. دونك ماذا بيك انك تعمل بروجرام خير من تترنا بالي، هذه حاجه اكيده على الاخر. الويكلي اندليتنج بيريوديزيشن واللينير بيريوديزيشن من المستحسن انك تبدا بهم بالنسبه للعباد اللي دخل جديد ترنا، مهم برشا انك تحط الباز نتاعك تبدا تعمل الخطوه الاولى باللينير بيريوديزيشن او الويكلي اندليتنج بيريوديزيشن، تتعلم المهاره دي تتمرس من التمارين تاخذ وقتك وما تزربش ما تحرقش المراحل وتبدا تنقز في الصاله وكل مره تخدم في حاجه. دونك ماذا بيك تتعدى بالمرحله هذه وبعد ما تتمرس وتنجم تمشي للديلي اندليتنج بيريوديزيشن تشوف روحك دونك في انو بروتوكول تشوف روحك تنجم تمشي فيه وتقدم فيه اكثر. الحاجه الثالثه اللي نجم ناخذوها من اللي حكينا هذه الكل، الهايبرتروفي ما فماش بالحق قرينه علميه لحد الان الوقت هذايا اللي صورت فيه الفيديو هذه، ما فماش قرينه علميه تثبت انه فما بروتوكول خير من بروتوكول اخر وانه يخليك بالحق تمشي تعمل تقول هذايا بالحق احسن بروتوكول. فقط هي اختيارات شخصيه حسب الكاباسيتي نتاعك، حسب الديسبونيبيليتي نتاعك، حسب الموتيفاسيون نتاعك، وخاصه حسب الهدف اللي انت قاعد تترنى من اجله، خاطر تختلف الاهداف. دونك اختار وشوف بروتوكول يتباشى معاك باش تجم ترينا فيه وسيرتو تجم تقدم فيه. انا بالنسبه ليا نشوف الاندليتنج بريوديزيشن ديلي اندليتنج بريوديزيشن، دونك التغيير نتاع كل نهار ونهار في الجمعه. دونك مس
ثلاثه حاجات ثلاثه انواع نتاع تغييرات يصيروا. دونك هذا يساعدني انا اكثر من عارف شنو شنو اختياراتكم يا ابطال. ما تبي تقولوا لي في لي كومونتير شنو البروتوكول ولا شنو البروتوكولات اللي جربتوهم وشنو البروتوكول اللي تحسوه يتماشى معاكم اكثر. دونك يا ابطال خلطنا للبارتي الاخرانيه من الفيديو هذه اللي باش تحضر لنا البارت 2 نتاع فيديو لي بارت 2 باش نحكيو فيها على الهرم هذا باش نحكيو فيها على الفوليوم الانتنسيتي فريكوينسي اكسرسايز سيليكشن ريست تيمبو والراب. دونك هذوما فما علاقة كبيرة وكما قبيلة بديت نحكي لكم على الفوليوم والانتنسيتي اللي هما أهم حاجة في البروغرام تاعك. أهم حاجة الفوليوم والكم نتاع الخدمة اللي انت باش تقوم بها عنده امباكت مباشرة على الانتنسيتي، معناتها شدة التمرين، وشدة التمرين عندها امباكت مباشرة زادة على الفوليوم اللي باش تخدم به. كيف كيف الفريكونسي اللي هنا عدد مع التكرار انت اللي باش تقوم به، معناتها بتاع ايام التمارين ولا ايام الاكزرسيس اللي باش تقوم بهم في الورك اوت نتاعك ولا في البروغرام نتاعك عنده تاثير مباشر على الفوليوم باش تخدم به، والفوليوم باش تخدم به عنده تاثير على الفريكونسي. كيف كيف الانتنسيتي وشده التمرين عندها تاثير مباشر على الفريكونسي. هل تسمح لك انك تقوم بالفريكونسي اللي انت حطيتها في مخك؟ دونك لازم يكون فما ذكاء وفما تعامل مباشر ما بينات هذوما الزونز وما بينات الثلاثه هذوما وما بينات الحاجات اللي طالعين الفوق. الاكسرسايز سيليكشن كيف كيف لهنا اختيارك للتمرين عنده تاثير مباشر، كيف كيف الانتنسيتي والانتنسيتي عندها تاثير مباشر على الاكسرسايز سيليكشن، والاكسرسايز سيليكشن كيف كيف عنده تاثير زاده على الفريكونسي. خاطر فما تمارين من تمارين فما تمارين تاثر برشا على السنترال نيرفوس سيستم، دونك مش باش تخليك تعمل الفريكونسي اللي انت حطيتها في مخك. دونك لهنا يجي الذكاء والاختيار نتاعك كيفاش باش تختار الاكسرسايز نتاعك. لهنا نكملوا نزيدوا نطلعوا نلقاو ريست. ريست كيف كيف يختلف من تمرين لتمرين، مش كيما تعمل تمرين يمس اكثر من عضله كيما تعمل اكسرسايز نتاع ايزوليشن تخدم فيه عضله واحده، هذا يختلف. دونك الريست يختلف من اكسرسايز لاكسرسايز. التيمبو والريب برشا يسالوني على التكرار، بالحق هذا زاد عنده علاقه مباشره بالاكسرسايز. دونك الهرم هذا باش نحاولوا نفكوه. حضروا لي رواحكم يا ابطال، حضروا لي رواحكم تو بي كونتينيود. ان شاء الله باش نكملوا فيه بارت 2 باش نحكيوا على برشا حاجات مهمين وباش نفضوه الموضوع هذايا. ما تنسوش باش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب وبارتاجيو الفيديو هذايا لاصحابكم الكل. حضروا لي رواحكم بالقليك، نقول لكم I'll see you next time ابطال.